يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأرحب أيضا بمتسابقينا هذا المساء. يسعد أوقاتكم جميعا. أوقاتك يا أبو مهند، منور والله. يعطيكم ألف ألف عافية يا رب العالمين. هلا ورحب، مطر وسحب والأمطار جات والخير جاء. يعطيكم العافية والله، يا هلا وسهلا والله. يا رب بالعكس، الاسبوع الماضي انا كان سهل. انا الاسبوع الماضي سهل عموما. طبعا السبت الماضي كان يوم العلم، يوم عزيز على قلوبنا جميعا. سلام ورحمه الله. نرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والى سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، ونقول كل عام والمملكه بالف خير، كل عام وشعب المملكة بألف خير، كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. من هنا، من هنا، من مهد الحضارات طبعا، ومن مكة المكرمة والمدينة وأرض ومهبط الوحي، نقول لكم كل عام وعلمنا إن شاء الله شامخ وإلى الأمام بإذن الله، بإذن واحد أحد. ونبدأ طبعا حلقتنا هذا المساء. طبعا أنتم مشاهدين الكرام لاحظتوا قبل لحظات حاجة بسيطة كذا شوي على الهواء، مداعبات وحركات ودلع، يعني بعض الأحيان الواحد يدلع شوي. ولكن قبل ما أبدأ الحلقة أود أن أطلب من الأخ عبد الله ومن الأخ خالد يجوني على الاستديو. يا هلا وسهلا. مرحبا أبوان. يا مرحبا، يا مرحبا بشاعرنا. يا هلا والله وسهلا الاستاذ الكبير. يا مرحبا الف، الله يحييك. هلا والله خالد، الله يحييك، الله يطول بعماركم. طبعا مشاهدينا الكرام، الاخوان هم الاخوان في البيت دائما يتزاعلون ويصير بينهم هواش ويصير بينهم اشياء، لكن في النهايه يظلون اخوان، صح ولا لا يا شباب؟ صح. وعبد الله طبعا انسان خلوق ولا ازيد على من يسمع ولا عليكم مشاهدينا الكرام، وكذلك خالد من النوع اللي ما شاء الله تبارك الله اخلاق وذوق. واطلب منهم الاثنين اقول لهم علشان خاطر محمد الشهري وعلشان خاطر مشاهدينا يحضنون بعض ويسلمون على مرحبا يا خالد. مرحبا خالد. مرحبا خالد، غالي غالي. توضيح ابو مهند، الله يطول بعمرك. احنا كلنا منفعلين يوم طلع اخوينا. نعم، عشان الضغط مرتفع. عرفت كلنا يقول تعال ارجع، مهما عرفت فيها زله انسان والامور طيبه. احنا اخوان. عذور يا ابو سعد، قدرة عندي وانا اعرف قدرة. عذور اتمنى احبك على الشدة. الله يطول. اتمنى تمسكون يدين لكم قدام الجمهور وتنزلون. الله يبارك. شكرا مالك. والله يطول عمرك. والله ان زعلان عليه عشان ما بيطلع. طبعا اول عمر انا طبعا طبعا تم الحديث عن هذا الموضوع في بدايه الحلقه، وربي يسعدكم ان شاء الله ويعطيكم العافيه. والى الشيخه، الشيخه مين شيخنا هالاسبوع؟ من تتوقعون؟ طبعا زي ما قلت لكم وقلت للمشاهدين الكرام، يا ليت يا فيصل تقوم مكان عبد الله وعبد الله يجي مكانك. الله يوفق. انا ابغى الاثنين هذولا يكونوا بجنب بعض. يا سلام، هذا اهم شيء. ان شاء الله هذا اهم شيء، لانه مهما كانت الاحوال طبعا اخوان واحبه وتظلون، وهذا المكان جمعنا، وان شاء الله باذن الله نطلع مجتمعين وكن مبسوطين. وابغى محمد الفهري وينه؟ انت يقولون صاحب، يقولون صاحب مشاكل. تعال تعال، حتى انت تعال تعال من هنا. وعبد العزيز القمي برضه وينه؟ منو؟ عبد العزيز ويوسف. وين يوسف المزروعي؟ تعال 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 يا يوسف. تعال، يقولون عندكم مشاكل انتم. توقع الحين صاحب مشاكل؟ ايوه يقولون عندك مشاكل. ايش مسوي انت؟ والله ما سويت شيء. بالله عليك. اي والله. يقولون انه انت تشوف الاثنين يعاتبون بعض ولا قمت تصلح بينهم. من انت؟ انا الموضوع فيه طال عمرك اني ما ندي محمد علي الشريعي. ايه، طلوعه اموره على هوشة الشباب. وترى الله لا يسفه جيد. وين عبد العزيز؟ ما تكلمت وانت ويوسف؟ ما كنت موجود والله. ذاك اليوم والله ما كنت موجود. المشكله ذا الحين وابغى اصلح فريق الاعداد. فريق الاعداد يقولون، اسمع يا محمد، فريق الاعداد يقولون انه محمد الفهري وعبد العزيز ويوسف كانوا بعيدين عن الزعل وقرروا
وأنا آسف جدا يعني أنه نقول لهم هذا الخبر، قرروا خصم 500 على كل واحد لأنه ما دخل. لا 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 تعوذ بالشيطان أبو هنا، دائما الخير يجي معك. لا أنا والله أنا ودي بس اسمع الكلام اللي قاعد يتكلمون. نعم اصبر بخبرك. قل لي أول شيء لو تشوفني أنا ناشئ. أنت وين كنت؟ أفويه السريعي، لكن هو عود. أيوة بيصفع عن كتب بيطيرني. أنا ما كنت موجود أصلا عند الهوش أصلا. وأنت المشكلة أنا شايفك. أنا ما أجي أملخ، بطلع موتري. أيه. أبو شوي العلم محمد علي طلع يقول والله لا أطلع، ومدري ما أدري شو السالفة. راح للجعداني للشمراني تكلموا، راحوا وابتعدهم بعض. إيه وركت موتري وبطلع. طيب وجيتك وراح أبتبك على طول. ما طيب يا الإعداد ممكن الله يخليكم تكفون ما أدري يتحققون من الأمر وش يتحققون من الأمر وشوف شو عشان خاطري يا الربع يا الربع تكفون. شوف إنه يمين يسار أبو ها؟ شفنا الموضوع مرة. أجل خلونا نختار الشيخ فيهم. بس 500 طبعاً أنا مطلع الثلاثة علشان نختار الشيخ وأنا أمزح معهم، ما لهم شغل في الموضوع. لازم تعوضنا في الخزنة. ولكن الشيخ مين؟ الشيخ مين؟ والله ما ندري. ها والله ما ندري. يوسف شوفك اليوم ما شاء الله تبارك الله يوسف كاشخ، بس والله انك اخذت على نفسك. ها اليوم صدقتني. ها صدقتني قبل شويه، ما اقول لك ليش ما تدخلت. استويت رئيس البلديه امس اي الدخوليه، بس صدقتني يوم اقول لك انك ما تدخلت ولا شيء ولا ما. لا صراحه خليك صريح، تبغى صدق؟ اي ما صدقت. قول والله يا اخي انتوا ما شاء الله تبارك الله. ها شوف في الاسبوع ما قبل الماضي يقولون والعهدة على الراوي، الشباب اللي هنا يقولون إنه الشيخ اللي كان في الأسبوع ما قبل الماضي أدى أداء حسن، ولذلك اختاروا للمرة الثانية محمد الفيل. تستاهل طبعاً، تستاهل ما شاء الله. محبين تبي سيف ثاني؟ محبين تبي سيف ثاني؟ جيبوا لي سيف ثاني. تحيات لكم. طبعا الان المنافسه على نائب الشيخ. تفضل والله انه يستاهل يوسف. تفضل والله تفضل خلاص تفضل. باقي الان انا اخذتها الاسبوع اللي راح. والله إيه؟ انت اخذتها الاسبوع اللي راح اكيد. الان يستاهل يوسف ويستاهل يوسف نائب الشيخ. يلا عبد العزيز تنازلنا خزنا شوي. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. حظ اوه الشيخ عاد والله اشوف فعلا محبين لمحمد الفهري. الشيخ ها والله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب مشاهدينا الكرام الان الحمد لله رب العالمين الامور صافيه والامور طيبه، ونبدا مباشره مع القرعه. يلا ما شاء الله الاعداد اليوم مدلعين الشباب هنا مدلعينهم. ممتاز. نايف العجمي يوسف المزروعي مساك الله بالخير. اهلا وسهلا مساك الله بالخير. مرحبا والله مساك الله بالخير. مساك بخير الله يطول بعمرك. عبد الله الجعيدان. لا 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 لا. محمد الدوسري تعال 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 يا ويها. يوسف المزروعي هنا. الحبيب يا ابو البراء شرفت ونورت يا غالي. لا لا اربعه 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 موجودين. عبد الله تعال هناك. هنا ابشر. ايوه اي لا تغش مني يا عبد الله. قاعدين يدورون عليك يقولون باقي واحد. لا موجود الله يعافيك. الله يا رب اني وكلت امري لك. يا هلا وسهلا يسعد مساك. يا مرحبا. كيف حالك؟ اللهم اسهل. طيب. يا مرحبا اليوم مبارك. كيف حال عبد الله؟ الله يطول بعمرك. الله يعافيك سلم. ان شاء الله طيبين. اموركم تمام؟ الله يوفقكم ان شاء الله. يا هلا يا ابو مهند. ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم مع نايف طبعا العجمي، بس خلونا نشوف المشاهدين العملات وبعدين نبدا مباشره مع نايف. نايف كيف الامور؟ يا مرحبا. كيف الاهل؟ والله بس عساكم بخير. خير الله يسلمك. تتواصلت وياهم ولا لا؟ لا والله مشتاق لهم من زمان عنهم. افا ليش؟ أيوة. والله مشتاق. ما تتواصل بالتليفون؟ والله يقولون لك بخيل ما تبغى تدفع عشان تكلم. لا والله الود ودي حتى اشوفهم قسم بالله. الله يطول بعمرك نايف. يسعد قلبك يا رب. يا حبيبي. يلا. الآن معروضة العملات مشاهدينا الكرام أمامكم،
وتقدرون تشوفون كل العملات. وبعد كذا مباشرة ننتقل إلى الشباب نايف ويوسف وعبد الله ومحمد. وخلك معي يا محمد. محمد ايش تبغى انت؟ ايش تبغى؟ اخطط المفتاح الصندوق كيف ارمعه كيف خطير خطير مصيحة مصيحة موكل على الله. اكيد اكيد كفو كلنا على الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم. يلا ونبدا مع نايف العجمي ونقول بسم الله. والان امامك طال عمرك كل الامور. نايف كيف رصيدك اول شيء؟ والله طيب. زوين ها زوين لا هو زين ولا هو شيء. هيا زوين اختار. يلا ابي الفضي. الفضي رقم كم؟ رقم وين؟ رقم واحد. ورقم واحد الفضي عاد هذا سهل يا رب. سهل جدا يا رب انه بلس يا رب. انت تجي طياره من الكويت؟ اي جاي بطياره. ولا بسياره؟ عادي اروح بسياره. لا طيب. عاده تجي بطياره ولا لا سياره؟ طيارة. احب انا طريق السياره انا ممتاز ممتاز. إيه؟ الله يوفق. طيب السؤال يقول اكمل الامير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله دراسته في المملكه المتحده في تخصص علوم الطيران، القانون، المحاماه، العلوم السياسيه. والله اني احبك بالله. احبك ربك. علوم الطيران. علوم الطيران. نشوف ثبت على علوم الطيران ونشوف. يا رب بلاس. طبعا الجواب صحيح. ما شاء الله تبارك الله عليك يا نايف. شايف ذكاء ذكاء فطرة ترى. طبعا ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية. عجبني ثقافة. لكن السؤال السؤال دبل ولا ما تدبل؟ لا والله خلى نفس ما هو. لا لا يا رجال دبلت وما يسأل ذاك اليوم. والله يطلبونك الشباب يقولون دبل. أجل دبل مرة مرة. الله يخرجنا. الله يستر. أنا اللي غريته. دام يقول لي دبل وروح نشوف. بسم الله نشوف الدبل. ما شاء الله تبارك الله 500 ودبعت يا نايف وصارت 1000 وبناخذ 50 كلي لك. الله يطول بعمرك ان شاء الله. يعني واضحة انه اول واحد حياخذ ايجابي يعني ما يحتاج المفروض يدبل صح ولا لا؟ صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. اول واحد واول سؤال مستحيل الشباب يخسرونك. انا اتوقع كذا. الله يبيض وجهك. لكن ما ادري عن لا ان شاء الله ان كلهم الايام القادمه. نروح ليوسف ونعطيه العملات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دوم نيالس على الفضي. نعم اختار لي عمله. هل اخذ ذهبي؟ ها ما ادري عنك. على كيفك. بالله والله شوف يا يوسف ها. انت قاعد تشتكي تقول انت ما تعرف معلومات كثيره عن المملكه صح ولا لا؟ فلا تورط نفسك وتاخذ ذهبي. نصيحة نصيحة أبشر. خذ المعقول. خلى على رقم ثلاثة. رقم ثلاثة اللي هو الفضي. الفضي أشوف بعطيك خيارات. لاحظ شوف بعطيك خيارات ومع ذلك ما أدري أنت بتجاوب ولا ما حتجاوب. ما بالك لو أخذت الذهبي. شايف ترى بلبدك بعدين. الأمور طيب. طيب يا ويلك يا ويلك. طيب السؤال احد منابع وادي فجر الجنوب. عبد الله والله انه فهمني. عبد الله فهمني. جبال الامغر، جبال اللبده، جبال مدين، جبال الغور. ها خلي الامور خير الامور اوسطها. أيوة. وان شاء الله نكون من اصحاب اليمين يعني جبال اللبده. اللبده ان شاء الله نثبت نثبت ونشوف نثبت. انا وش قلت له يا الرب؟ شوف شوف يعني ترى ترى اربع اجوبه. هو ما ادري ما ادري. لا لا انا ما ادري. هو 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 يفهم كلمتنا ولا لا؟ تفهم اللبد وش معناها؟ خير الامور الوسطى. يوسف لما فكرك بتجاوب ولا بلبدك؟ فهمتها؟ والله انك ذيب والله انك ذيب. ولا يهونون من يسمعون ولا المشاهدين. والجواب صحيح. نوم عيني. لكن الماينس الماينس مستقعد لك. يا الله تستر علينا. دبل ولا ما تدبل؟ يا الله تستر علينا.
ها توكلنا على الله يا الربع لا تغرون بالرجال عطها الاول مروح بس صالح احنا ارتحنا للاسبوع الماضي من الغشغشه حقتك ان شاء الله ان شاء الله انه موجب دبل ان شاء الله هيا ذبه عليك يلا دبه ما لنا شغل ان شاء الله ان شاء الله يلا, يلا. نشوف ان شاء الله نبلغ نشوف ان شاء الله يا رب 550 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله 550 وصارت 1100 واخذنا 50 سهل يلا وإلى عبد الله الجعيداني توكل على الله أول شيء أنا أبغى تثبت للمشاهدين أنك على أريحية اليوم فأبغى بيتين كذا جميلة من أبياتك الرائعة يقول زلة الطيب خفيفة وتحلاهم حالة يا سلام أتعداها وشرواها اللي قزله تعدى يا سلام كل ما واجهت لي طيب دعيت الله تعالى ما يوريها الظروف اللي تخليه يتردد الله عليك الله عليك صح لسانك صح ودنك صح لسانك الله يعافيك بصراحة الأبيات موجهة لي بصراحة والله أشوف خالد طيب وأتعدى زلته ويتعدى زلتي يا سلام يطول عمرك أبو سلام يا سلام الله يحفظكم إن شاء الله وإلى العملات يا عبد الله يلا توكلنا بحكم ان خالد رجل ذهبي بختار ذهبي الله اكبر والله ذهبي بحكم ومعدن الله يستر لا تخسرها يا خالد الله يستر خلاص يلا يلا طيب عطني رقم ما طلعت ارقام عندي يلا بس عطني يلا رقم ستة رقم ستة يا سلام الذهبي توكلنا يا ذهبي الذهبي يلا سترك الذهبي يا عبد الله سم عبد الله لبيك الذهبي يا عبد الله يلا وكل الله اوكي يا ها انت والله عاد اكثر من كذا ما تجي مره وكل الله طيب حاز سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان على البكالوريوس في القانون على دفعته في الترتيب الترتيب الثاني ثبت مره والله كان يذكرها تذكرها الى الان نعم يقول يذكر حتى تخرج سيدي الامير وثبت على الثاني والله يستر الله يستر والله ما شاء الله تبارك الله ذاكرتك ما خانت والف مبروك ما شاء الله تبارك الله خالد جاب لك طبعا الامير محمد جاب لك الذهب شكرا خالد شكرا يعني ذهبي ذهبي الله يطول عمرك مبروك ان شاء الله شكرا عام 2016 خلينا نشوف ايش اعطاك الذهبي يلا زي سؤاله الامير محمد بن سلمان وسؤال وجواب هذا السؤال نشوف شكله خير وبركه لا ان شاء الله انها خير وبركه ما فيها كلام لكن خلينا نشوف الف مبروك ما شاء الله تبارك الله الله يكثر خيرك ابو مهند الف مبروك الله يعافيك سلم الله يوفقك دلعنا اليوم ابو مهند ايش رايك الله يكرمنا ترى النص بعد ما طلع النص ها لو سمحتوا عند الباب ها النص ادفع طيب الى محمد ارحب هلا والله يا محمد وختامه مسك ايوه باذن الله يلا توكل على الله عطني 12 الفضي الفضي والله سهل فضي هذا ما يحتاج اصلا مساعد الحمد لله ما يحتاج الله يكفينا ان شاء الله صدقني ما يحتاج شوف شوف والله ما يحتاج اتكلم معك جد الملك فهد من هو اللي تفضل تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز في عهد في عام 1982 منصب رئيس الحرس الوطني ولاية العهد وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء رحمه الله وأسكنه فسيح جناته والملك عبد الله عام 1982 تولى ايش عام 1982 قبل كم يعني كم سنة ها قديم يعني اي ما قد صار ملك ذاك ثلاث الحرس الوطني ها ما قد صار الحرس الوطني ما قد الحرس الوطني ما قد صار ملك ما قد صار ملك نعم ما صار ملك
يلا الوقت ولي العهد واضحه واضحه يا اخي يا محمد يا محمد الله يشغل بعض العهد يا محمد الله يرضى عليك يا محمد طبعا انا سالت قلت في البدايه قبل ما اسالك السؤال قلت الملك فهد من كان ولي عهده صح صح ولا لا صح اكثر من كذا اكثر من كذا ما في انا قاعد اقول الملك فهد ولي عهده من كان والله اني ما عاد ادخل المسابقه ما انتبه للموضوع خصم خصم وانت غششتوه غلط غششتوه غلط عموما طبعا هو كان ولي عهد عام 1982 اول ما تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ولايه الملك ولا الملك عبد الله ولي عهد المفتاح كم مفتاح ذي؟ نشوف كم مفتاح يا ابو عموما سالب 50 فدا معلش معلش خيرها بغيرها خيرها بغيرها الآن إلى المفاتيح بتختاروا مفاتيح ولا لا؟ كم مفتاح موجود؟ مفاتيح عندنا ثلاثة مفاتيح إن شاء الله وثلاثة صناديق إن شاء الله ها محمد مفتاح ولا لا؟ لا ما أبي صندوق ولا شيء مضيع أنت خاطركم فيه؟ ما أبي أنا ما أبي ما أبي شيء ما تبغى شيء ليش؟ ما أبي شيء بس أبي أقعد ها؟ أبي أقعد لا لا إن شاء الله لا إن شاء الله خلنا نشوف الله لا يا رجال يا رجال إن شاء الله تفضل ها ربي عوضكم الامور طيبه خاطركم فيه نعم توكل على يلا يلا ايش تختاروا رقم الان كم المشاهدين يشوفون اي تفضل ابي ما في رقم معين تحبه ابو مهند انا احبه ايه؟ والله انا احب كل الارقام يعني رقم واحد يلا هي الان جمهور عاد الباقي على الله ثم عليكم ابو حميد ايش فيك زعلان والله ما خليت معك شيء فده فده ليش زعلان ما نزعل لا تزعل يا ابو حميد لا تزعل تزعل علي ولا على اللي غششك لا والله شيء اسمع جاوبني تزعل علي ولا على اللي غششك ما حد غشش كفو يلا ايش اخترتوا من الارقام ما طلع ما طلع ها ما طلع كم مفتاح يلا فيه؟ الان بتطلع لكم في ثلاث يلا عندكم من واحد الى عشرة سريع سريع باقي عندنا اربع فرق انا احس رقم اربعة ها يوسف ها محمد رقم اربعة تسعة محمد اللي ودي خلونا نشوف محمد الزعلان ايش يقول تسعة محمد بي. اربعة يا رجل ها وش تختار يا محمد اربعة افردها يا ابو حميد افردها اربعة 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 وتسعة بعد اربعة, أربعة. نفس الشيء اربعة اربعة لبي لبي حاتني ها لبي اقول افردها افردها انت احساسك احساسك خله معك انت معهم احساسك دائما ما يصيب لا والله النصابه ذاك اليوم اربعه اربعه يلا نشوف اربعه نشوف اربعه بسم الله اربعه اربعه بسم الله اربعه وش بيعطيك ابشروا طير ابشر طير قلب 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 خلاص 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 انا اقول واحد اقولك تسعه اسف 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 يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه والان الى فرق فرقه جديده وشوف القرعه ايه القرعه يا شباب نضرب يلا يا شباب الكرة والله انا قاعد يلا اللي بعده والله انا محمد السريعي ما هو موجود ولكن زي ما يقولون انه خرج من القرية يوسف فيصل المطيري فيصل المطيري اهلا وسهلا عبد العزيز البقمي اللي تنازل عمر السيد فتشوب علشان تضبط صالح على مكسر نفس قبل امس نفس تفضل صح متوقع يا هلا وسهلا عليك كيف الحال فيصل مرحبا شو اخبارك عساك بخير والله بخير يعطيك العافيه عبد العزيز ارحب يا مهند تنازل بالشيخه انا اشهد لك شيخ يا يطول عمرك و اي ارحب عمر المزروع نعم ممتاز محمد محمد محمد